قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا أي شهيدا على خلقه، وكفى فعل ماضي، والفعل الماضي يحتاج إلى فاعل، الفاعل هو الله، فتكون الباء زائدة وكفى بالله وكيلا، فالباء حرف زائد تفيد التوكيد، والغالب في فاعل كفى الغالب فيه في اللغة العربية أن يكون مزيدا بحرف الباء، وإلا فقد يأتي خاليا من الباء، كما قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، فيكون بالله الباء حرف جر زائد، الله فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. وكيلا أي شهيدا على خلقه فيما يقولون وفيما يفعلون.